أغاني أكتوبر العظيمة وذكرى هذا النصر العظيم مستمرين معاكم على شاشة النيل الأخبار، نرصد كل ما يتعلق بهذه الذكرى الجميلة، وأيضا نرصد ما ذكرته صحافة اليوم الصادرة في القاهرة عن ذكرى حرب أكتوبر واحتفالات مصر بهذه الذكرى. بشرفنا في فقرة الصحافة الأستاذ مختار شعيب مدير تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير أستاذ مختار. صباح الخير أستاذ أحمد، وصباح الخير للسادة المشاهدين. الخبر الأبرز في جريدة الأهرام: حرب أكتوبر ملحمة عظيمة في الدفاع العربي المشترك. الرئيس يقول: الأوطان تعيش بتضحيات شعوبها ومصر لن تنهض إلا بجهود أبنائها. نسابق الزمن من أجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها. القوات المسلحة تقوم بدورها المخلص للشعب ولم ولن نتردد في حمايته. يعني بالتأكيد كلام سيادة الرئيس في ذكرى هذه الحرب في الإسماعيلية بيحمل دلالات ورسائل للخارج وللداخل. لو اتكلمنا عن ما ذكروا بالتأكيد على أن الوطن بيعيش بتضحيات شعوبه وأن مصر لن تنهض إلى بوجود أبنائها، بتأكيد يعني هذه رسالة مهمة جدا. الحقيقة هو هذا الخطاب لسيادة الرئيس في الإسماعيلية له رسائل متعددة. بدايتها أهمية التوقف كثيرا بعد 43 عاما من هذا الإنجاز العسكري الضخم الذي ليس له مثيل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. الحقيقة عند دروس هذا الإنجاز، من بين دروس هذا الإنجاز هو أنه حرب أكتوبر ملحمة على المستوى الوطني المصري، وبالتالي تكاتفت جهود الشعب مع جهود الدولة مع مؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الإنجاز العسكري، سواء على مستوى الخداع الاستراتيجي اللي تم مع العدو في الإعلام وفي الحرب النفسية مع على إسرائيل، وبالتالي قدرنا أن ننجز هذه المعركة، أو على مستوى التعاون والتكاتف بين أفرع القوات المسلحة والشعب المصري في تمويل عملية التسليح وبالتالي التخطيط لهذه الحرب بشكل كبير، أو فيما يتعلق بالإنجاز الاقتصادي اللي تم أثناء الحرب، أنه ينتف حرب في نفس الوقت كان في مشروعات تنموية بتتم، وكان في استخدام للقدرات المصرية في التنمية، وبالتالي لم يشعر المواطن المصري بتأثير هذه الحرب كثيرا على معيشته. وبالتالي أنا بعد هذه الحرب وهذه الملحمة العظيمة لابد أن أنا أفكر في إنعكاس هذا على المواطن المصري، أن أنا أفكر إزاي أعمل استثمارات ودعم عملية التعاون بين ركائز الدولة المصرية القوات المسلحة والشعب والقطاع العام والقطاع الخاص في عملية التنمية. وده الإنجاز الأهم والدرس المهم في حرب أكتوبر، لأنه دايما القوة الاقتصادية هي اللي بتترجم إلى قوة سياسية وترجم إلى قوة عسكرية، وبالتالي تحقق الأمان. طبعا احنا عندنا زي ما قال سيادة الرئيس، لو حضرتك حابب أستفيد في النقطة دي، إنه دي ملحمة في التعاون العربي. الحقيقة دي نقطة مهمة لازم نقف عندها كتير جدا. اتفضل حضرتك، كنت هتسأل. هو يتكلم الحقيقة عن كذا نقطة، يتكلم عن التعاون العربي، يتكلم عن قيم التضحية والفداء والإصرار والعزيمة، يتكلم كمان عن المستقبل لما بقول علينا أن احنا نضاعف الجهود من أجل تعويض مضاع، بنسابق الزمن من أجل تحقيق أمال المصريين اللي طال انتظارها. يعني بالتأكيد أيضا هذه الرسالة إلى أنه يجب تعبئة الجهود والصبر والإصرار والعزيمة من أجل العبور إلى مستقبل أكثر إشراقا. ده مهم جدا، بس لين علينا نقرأ حرب أكتوبر في إطار استراتيجي أوسع، لازم نستفيد من الدرس. العالم الغربي الحقيقة للأسف الشديد استفاد من درس حرب أكتوبر في 73، والأمريكان وكان في سنة 76 في هذا التوقيت و 73 أيضا في, 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 في الفترة دي تحديدا في سنة 74 هنري كينسينجر وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، وكان قبلها مستشار الأمن القومي الأمريكي في تلك الفترة، ظهرت استراتيجية أمريكية جديدة هي نظرية القفز على الشرق الأوسط. لماذا القفز على الشرق الأوسط؟ لأنه حصل تعاون عسكري مهم جدا بين مصر والعراق وسوريا والأردن، وتنسيق مع الجزائر، وحتى في قوات جزائرية شاركت وقوات ليبيا وقوات من المغرب وتونس. إذن كل الدول العربية شاركت في ملحمة حرب أكتوبر. الجزء الأهم أنه الملك فيصل رحمة الله عليه في السعودية، العاهل السعودي في ذلك الوقت استخدم سلاح النفط،
وده كان أقوى استخدام الحقيقة لسلاح نفط في التأثير على الغرب فيما يتعلق بحرب أكتوبر، وقطع إمدادات النفط عن الغرب. نعم. وبالتالي ده شل القدرات الغربية اللوجستية في دعم إسرائيل في ذلك الوقت، وغير الموقف السياسي والعسكري. الغرب استفاد إزاي؟ إحنا للأسف كعرب ما استفدناش في تعزيز اتفاقية الدفاع العربي المشترك اللي هي موقعة 1954. وبدأ في فرقة عربية، وبدأ في عدم تعاون عربي، وفرقة المشهورة في 78 ثم ما بعدها، وحاولنا نلم الجروح، لكن حصل نزيف في الوطن العربي في سنة 1990 بغزو العراق للكويت وما تبعها بقى من تداعيات أخرى وتخطيط طبعاً. للأسف أمريكي بحت في هذا الأمر، هو الهدف أنه يضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ونجحت الأمريكا بعد أكثر من 20 سنة أنها تتواجد في منطقة الخليج عسكريا في 89 و 88 وما بعدها. ده للأسف مخطط أمريكي غربي ما يحدث في الشرق الأوسط، للانتقام من سوريا، انتقام من اليمن، الانتقام من ليبيا، الانتقام من السعودية، وده في إطار خطة أكبر لتفتيت المنطقة. ما ننساش برنامج حرب الأفكار بتاع كولين باول وكونديليزا رايس اللي اتطورت بعد كده لبرنامج الفوضى الخلاقة، وده تطبيق لاستراتيجية قديمة زي ما قلت لحضرتك اللي اتبعها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، هي نظرية القفز على الشرق الأوسط وتفتيته إلى دولات وسيطر عليه. ده درس مهم جدا من حرب أكتوبر، إن التعاون العربي بنقدر من خلاله نواجه الأزمات الخارجية اللي هتأثر على طموحات وأمال الشعوب في الداخل. ما أقدرش أحقق طموحات الشعب المصري في الداخل بدون المنطقة العربية كلها بتتفتت. ما أقدرش أحقق طموحات الشعب العربي في الأمان والاستقرار وأنا عندي مثلا في حرب في غزة، وعندي حرب في ليبيا، وعندي مشاكل في السودان، وعندي مشاكل في منطقة الخليج، وأنا بعتمد أكثر من 3.5 مليون عامل مصري موجود في هذه المنطقة. وبالتالي ده بالإضافة إلى الاستثمارات العربية والخليجية، بالإضافة إلى الأمن الاستراتيجي العربي اللي بيتهدد في البحر الأحمر، وبالتالي بيهدد قناة السويس اللي أنا وسعتها، وبالتالي ده بيأثر على الاقتصاد المصري. يعني جزء من أزمتي الاقتصادية ما يحدث في المنطقة من فوضى يعني كل هذا بيستدعي إدراك ووعي من الشعب ومن الشعب العربي والحكومات العربية لضرورة التكاتف والتماسك واستحضار روح التعاون العربي في حرب أكتوبر لمواجهة التحديات اللي بتحيط بالمنطقة. طيب خلال أيضا الاحتفال بذكرى أكتوبر كان بيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوداني عمر البشير هذا الاحتفال. جريدة الأخبار سلطت الضوء على هذا الموضوع وقالت خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة على المستوى الرئاسي، السيسي يقول تذليل الصعوبات التي تعوق انسياب السلع بين البلدين والتحرير الكامل للتجارة، ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لمكافحة قوى التطرف والإرهاب في المنطقة. والبشير يقول تكثيف التعاون بين البلدين في شتى المجالات ووثيقة شراكة استراتيجية شاملة واتفاقيات تعاون في مجالات الصحة والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والصناعة والثقافة. يعني هذا الخبر أيضا هو امتداد لما ذكرناه منذ قليل وحضرتك ذكرته من التعاون العربي المشترك، لكن حضور الرئيس السوداني في هذا الاحتفال وتقليد وسام تكريم لمشاركته أيضا في حرب أكتوبر وإطلاق هذه الاستراتيجية للتعاون الشامل بين مصر والسودان، ما هي دلالتها في هذا التوقيت؟ الحقيقة الرئيس البشير شارك في حرب الاستنزاف وشارك في حرب أكتوبر 73، وبالتالي ده ليس غريبا، ده استمرار اللي احنا بنقوله انه الأمة العربية، سوريا كانت الجناح المهم جدا في المنطقة في الحرب، السودان كان الجناح الجنوبي الداعم لمصر في هذه الحرب. الحقيقة بقى لازم نعترف بدور السودان في هذا الأمر، وبالتالي لما نتكلم على السودان والتعاون مع السودان نتكلم في جزئين أساسيين. السودان هو امتداد طبيعي لمصر في الجنوب، وبالتالي نهر النيل ينبع من أثيوبيا، وبالتالي لينا مصالح استراتيجية في منطقة حوض نهر النيل. لدينا دولتين فاعلين في هذا الأمر أو ثلاث دول أساسية، السودان وأثيوبيا وأوغندا، وبالتالي الاهتمام بهذا المثلث والاهتمام بالتعاون مع ثلاث دول ليس فقط السودان أعتقد أنه يصب في المصلحة المصرية خاصة في مسألة سد النهضة. وبالتالي التأكيد على التعاون مع السودان والتنسيق معه في الملفات السياسية والاستراتيجية والعسكرية والوضع الاقتصادي وتحرير التجارة ده مهم جدا لمصر في التوسع في الاستثمارات في الجنوب، خاصة أنه في المستقبل احنا عارفين نعترف
وكل الدراسات في الوطن العربي منذ السبعينات بتقول ان السودان هو سله العالم العربي في الغذاء، وعنده امكانيات زراعيه كبيره جدا. كان في اتفاقيات للتعاون في السبعينات وفي الثمانينات مع السودان، وفي مناطق تحددت للتجاره الحره، وفي مناطق تحددت للتعاون الاستراتيجي في التنميه الزراعيه والتكامل المشترك. للاسف حتى الان كل هذه الاتفاقيات معظمها على الورق، وبالتالي انه الرئيس السيسي يؤكد على ورئيس البشير يؤكد على تفعيل هذه الاتفاقيات وانجازها على ارض الواقع، اعتقد انه ده يصب في المسرحه الاستراتيجيه الاقتصاديه للبلدين بمزيد من الاستثمارات المشتركه والتجاره المشتركه. السودان عنده مزارع كبيره جدا لانتاج اللحوم، مصر عندها مشكله في اللحوم، وبالتالي نستطيع ان نستورد اللحوم من السودان. عندنا مناطق زراعيه ضخمه في السودان ممكن تزرع قمح، وبالتالي اقدر احل مشكله القمح بانه كمان واقلل حجم الاسعار. حضرتك انت عارف لما بستورد من روسيا بستورد من دول بعيده، لازم بتحمل بنفقات كتيره في النقل، لكن لما استورد من السودان اكيد هتبقى تكلفه النقل اقل، وبالتالي تكلفه السلعه اقل. فانا باكد الحقيقه على هذا التعاون فيما يتعلق بالنقطه دي. النقطه الاهم والاخطر الحقيقه موضوع التطرف والارهاب، ده لازم نقف عنده كتير جدا، لانه كان في كلام كتير جدا على انه الجماعات الارهابيه بتحاول انها تستورد السلاح من المناطق الجنوبيه وبتمر عبر الجبال في السودان، فالتاكيد على هذه النقطه الحقيقه امر في غايه الخطوره والاهميه، خاصه في ضوء الحرب اللي احنا بنعيشها في المنطقه مع التنظيمات الارهابيه داعش وغيرها وانصار بيت المقدس وجماعه الاخوان المسلمين، ولسه في حرب داخليه. وبالمناسبه في يعني اعترافات مهمه جدا من فتح الله جولن وكثير من القيادات السياسيه في اللي هي بتعارض النظام التركي انه تركيا بتستخدم الاخوان المسلمين في المنطقه لتفتيت المنطقه ولشن حروب جديده تقليديه. انت مش بينفع وانت عندك معركه استقرار، وعشان تحقق الاستقرار عشان السياحه وعشان الاستثمارات تجي لك لازم تحارب الارهاب والتطرف. فالتنسيق مع السودان دوله مهمه جدا في الجنوب، يعني بنتمنى انه يكون مع ليبيا بدايه ونواه للتعاون العربي في الفتره المقبله. نروح لجريده الوطن وعنوان يقول وزير التموين يعرض ضبط الاسعار على البرلمان، لجنه موسعه تراجع بطاقات التموين لوضع ضوابط جديده تصل بالدعم الى مستحقيه. يعني تصريحات اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين ايضا في هذا الصدد مؤخرا بانه يجب مراجعه يعني كروت التموين او بطاقات التموين لضمان وصول الدعم المستحقين، لانه قال انه في 71 مليون مستفيد من هذا النظام، وانه لا يجب على الاغنياء ان هم يعني يكون عندهم بطاقات تموين، الفقراء اولى بهذا الدعم. هل بتعتقد انه في سياسه جديده بالفعل في اطار مراجعه وضبط منظومه التموين في مصر؟ هو حضرتك حصل في مشكله كبيره ولازم نعترف بيها، وفي في تحقيقات، وانا بقول لك دي معلومات اللي هقوله دلوقتي معلومات. حجم البطاقات التي هي الفاسده بدون باسماء وهميه لدى تجار البقاله وتجار البعزين يعملون في مجال التموين عدد ضخم جدا لا يستفيد بها اي مواطن. في بطاقات عدد كبير جدا بالملايين من البطاقات، لان انت عارف حجم البطاقات التموينيه دلوقتي في مصر 83 تقريبا، المستفيدين منها 83 مليون فرد في ظل تعداد سكان 93، يعني 10 مليون بس ما بيستفيدوش من بطاقه التموين. ده معناه ايه؟ معناه انه الرقم الحقيقي لحجم الفقراء في مصر والمحتاجين في حدود 33 مليون، معناه انه في 50 مليون بني ادم، يعني في اكتر من حوالي 10 مليون بطاقه تموينيه تم ضربها من خلال الشركات التي قامت بعمل هذه البطاقات التموينيه. والمستفيد من هذا الحقيقه هو التاجر اللي قدم المعلومات والمستندات الخاطئه ل الهيئات التموين او اللي هو محل البقاله. يعني اذا تم الكشف عن وقائع فساد حصلت في هذه المنظومه جداً. واحنا على خطى الاصلاح ان شاء الله. خطى الاصلاح تبدا بنمره واحد بانك تراجع من المستفيد الحقيقي من بطاقه التموين بالزبط. واللي مش مستفيد بس فقط اسما، وبالتالي البضاعه بتروح لمحل البقاله بيستفيد منها هو ومن هو اعلى منه اللي اعطى هذه البطاقه التموينيه. وحجم هذا الفساد لو تم ضربه اعتقد انه
المستفيد الحقيقي سوف يستفيد من وطاعة التموين وليس مستفيد وهمي غير موجود أصلا على أرض الواقع. خبر آخر أستاذ مختار من جريدة الأخبار، انتهاء المرحلة الأولى من تطوير مجرى النيل الشهر القادم، خرائط إلكترونية للملاحة النهرية، وزارة الري تقول إزالة 20 مخالفة بشمال سيناء. بالتأكيد يعني الخبر بيلقي الضوء على خطة تطوير مجرى نهر النيل وما أحوجه بالفعل إلى تطوير بعد أن عانى طوال السنوات الماضية من إهمال، وشهدناه كلنا طبعا بينعكس حتى على أي حد يعني بيمر على ضفاف الحقيقة النهر. للأسف شديد بنسمع كتير قوي عن خطط وبشكل نظري، لو مشيت على نهر النيل هتلاقي التجاوزات موجودة، التجاوزات أزيلت على الورق، في الواقع غير لم يتم إنجاز أي شيء، وما تم إنجازه خلال السنوات السابقة وتم إعلانه. أنا أقدر أجيب لك من أرشيف الأهرام أو أرشيف أي صحيفة أخرى أو أي وسيلة إعلامية أخبار عديدة جدا تتجاوز. طب المشكلة في إيه؟ 150 خبر إنه تم إزالة مخالفات، تروح تلاقي المخالفات موجودة زي ما هي على أرض الواقع. المشكلة في حاجتين أساسيتين، أنه لا يوجد إرادة حقيقية لدى الجهات التنفيذية في التنفيذ لوجود فساد داخل الإدارات المعنية بهذا الأمر، وأنا بقولها بشكل صريح. الأمر الثاني أنه لا توجد إرادة حقيقية لدى كتير من المحليات، أنت عارف حضرتك بتدخل في موضوع لإزالة المحليات، وزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية وبعد كده في الأجهزة الرقابية الأخرى، وبالتالي تشتت الصلاحيات في هذه المسألة أحد أهم الأسباب. بعضها بيلقي الأمر على المحليات وبعض الآخر يقول لك تبع وزارة الري، وبعض الآخر يقول لك ده في حدود اختصاصات المحافظة المعنية، وبالتالي تضيع الاختصاصات. أنا محتاج الحقيقة، أنا بناشد مجلس النواب بوضع تشريع خاص بنهر النيل، لأنه ده نهر النيل يبقى إذا وتحديد المسؤولية في نطاق معين، ولتكن وزارة الداخلية وليكن مثلا جهاز حماية البيئة، لأنه برضو جهاز حماية البيئة بيتدخل في هذا الأمر. هو الخبر كمان، الخبر بيتكلم كمان عن استخدام خرائط إلكترونية للملاحة النهرية، يعني أعتقد النهر النيل حتى الآن كمان وزارة النقل لم يتم تتدخل. الاستفادة منه بالشكل الأمثل في الملاحة، يعني ما أنا بقول لحضرتك وجود 16 هيئة تحديدا تشرف على قطاعات متعددة في نهر النيل بيخلق مشكلة. تمام. من أهم المشاكل اللي شفناها مثلا موضوع السفن اللي بتغرق والحوادث اللي بتتم في نهر النيل، وبالتالي أنا بقول أن وجود تشريع موحد وجهة اختصاص وحيدة تنسق الأعمال في نهر النيل أعتقد أنه ده تمام. أمر قد ينجز كثير من المشاكل ويحل كثير من المشاكل. الخبر يعني الأخير عندنا أكثر من 70 مصنع بيصبوا التلوث في نهر النيل يا جماعة وبنشرب منه، وبالتالي أنا بناشد فعلا الحكومة الإسراع في إنجاز تشريع موحد لإنقاذ نهر النيل. تمام. طيب نروح لآخر خبر من المصري اليوم، الحكومة تترقب اجتماع النقد الدولي لحسم القرض، ومليار دولار لمصر من البنك الدولي خلال 3 أشهر، و500 مليون دولار لتنمية الصعيد. بالتأكيد يعني موضوع القرض مهم جدا في وجهة نظر خبراء كثير من خبراء الاقتصاد لدعم التنمية وخطط الحكومة من أجل التنمية والإصلاح. تعليق حضرتك إيه على تطورات أخبار القرض من صندوق النقد؟ والحقيقة القرض مهم لثلاث أسباب. السبب الأول إنه أولا هيضخ دولارات وعملة صعبة لمصر في التوقيت الحرج اللي احنا فيه. تمام. وفي ضوء تزايد سعر الدولار في السوق وبالتالي بتأثيره على الوضع الاقتصادي والمعيش المواطنين، وبالتالي ده هيعمل نوع من التوازن مع هذا الأمر اللي بيرتفع كل شوية. الأمر الثاني ده شهادة دولية مهمة جدا للاقتصاد المصري، بتشجع الاستثمار الأجنبي أن يأتي إلى مصر، وده طبعا ده أمر نحتاجه كثيرا في ترويج للاستثمارات. الأمر الثالث أنه الإجراءات المصاحبة للقرض أعتقد أنها كثير منها من الإجراءات المفروض أنها كانت تتخذ من فترة طويلة جدا، ولابد أن تتخذ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وبالتالي تشجيع السوق المصري على النمو وبشكل أفضل. فأعتقد أنه وجود القرض وإنجازه أعتقد أنه أمر مهم جدا في خلال المرحلة المقبلة للاستثمار في مصر ودعم الاقتصاد القومي. بشكرك. بشكل أوسع يعني. شكرا أستاذ مختار شعيب مدير تحرير جريدة الأهرام. مشاهدينا متواصلين معكم في هذا الصباح، الآن قراءة لأبرز عناوين الأخبار وآخر الأخبار على الساحة مع زميل أحمد عتابي. شكرا جزيلا لك أحمد، ومشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا. وإلى موجز الأنباء، وصلت اليوم حاملة المروحيات المصرية أنور السادات من طراز مسترال للمياه الإقليمية المصرية، وقد اقترب وصولها لشواطئ الإسكندرية بالتزامن مع احتفالات الذكرى 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
كانت مصر قد تسلمت المسترال من فرنسا، وتم رفع العلم المصري عليها بحضور قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع.